شيتر البس فتم البس. في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم تجمع العشرات من الجالية التركية والآذرية والأيغور والتركمان للاحتجاج على تصعيد التوتر العسكري بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان في الإقليم غير المعترف به ناغورني كاراباخ الأسبوع الماضي، والذي أوقع العشرات من القتلى بين الطرفين. Bu yolda çoxlu Azərbaycan hərbçiləri. لقد دفعنا أكثر من 10 شهداء نتيجة العدوان الأرميني على أراضينا في كارباخ الأسبوع الماضي ومثلهم من الجرحى، وقد تجمعنا هنا اليوم لنثبت للعالم بأن كل من فيه عرق تركي لن يسكت على ذلك الاعتداء. المتظاهرون وخلال شعاراتهم اتهموا روسيا وإيران بالانحياز لأرمينيا ودعمها للتدخل في إقليم كارباخ المتنازع عليه منذ تسعينيات القرن الماضي بين البلدين. إيران تتدخل في كل مكان في العالم، في اليمن والعراق وسوريا وفي كارباخ أيضا، من خلال دعمها لأرمينيا مع حليفتها روسيا. والهدف مكشوف هو فتح جبهات جديدة لإشغال أو جر دول كبرى في المنطقة إليها. وفي ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، فإن بوادر انفراج هذه الأزمة لا تقتصر على البلدين فقط، وإنما على المجتمع الدولي الذي يحاول هؤلاء المتظاهرين التأثير عليه قدر الإمكان. هي إذن لعبة تحريك الملفات النائمة كما الخلايا المزروعة في أراضي الغير. هي حرب بالوكالة. كارباخ نموذجا بين لاعبين أساسيين باتوا معلومين، أما المجهول في المشهد كله تواقيت تلك اللعبة كما يقول هؤلاء. سامن فخري، الإخبارية، ستوكهولم.